أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وله الشكر على ما أولانا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to you and your family. May Allah subhanahu wa ta'ala on this day of Eid accept your a'mal, your fasting, and your efforts in the blessed month of Ramadan, inshallah. We will start our program today with reciting Dua Nudba, a dua that is recommended to be recited in calling for the Imam of our time, which have a lot of phrases related to the Ahlul Bayt alayhimus salam, especially the Imam of our time. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the honor of this day, the day of Eid, to hasten in the return of Imam of our time, Imam Sahib al-Asr al-Zaman, inshallah. Once again, Eid Mubarak. We will start with Dua Nudba. We will have Quran recitation and takbirat. And at 9 a.m. we will have Eid prayers, inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل، وهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين، فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردأ ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته
وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أماما من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عادا، وانصر من نصرا، واخذل من خذلا. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وحل له من مسجده ما حلل، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها.
ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقب، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فضبت على عداوته وكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبا وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقتل، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون.
ويعج العاجون. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين علام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تغلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيت أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردى؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى، يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين،
يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من تنا يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبرضوى أو غيرها، أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أن من مغيب لم يخل منا، بنفسي أن من نازح ما نزح عنا، بنفسي أن أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أن من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أن من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أن من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أن من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى،
هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قد يد عين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ متى ترانا ونرى؟ متى ترانا ونرى؟ وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ؟ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأري سيده يا شديد القوى، وازل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى علي أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك
وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق، وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إلي والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاء وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your a'mal and your efforts in the blessed month of Ramadan, inshallah. We are ready to start Eid prayer. Just to review and remind you once again about doing the Eid prayer at home. As you know, Eid prayer is a mustahab prayer during the time of the occultation of the Imam of our time. So the niyat of this prayer is qurbatan ilallah and is highly recommended. But the niyat is mustahab, and you can do it furada, singular, by yourself, or in jama'ah and congregation. As you can see, we are not able to have congregation in masjid with all of the community. So either you can do it by yourself individually, or you can have someone to lead the prayer at home, and you do it with your family in jama'ah and congregation. And the condition for the imam and the rules of jama'ah is applied if you do the Eid prayer in jama'ah as well. The only major difference of this prayer is the number of qunut. So Eid prayer has two rak'ah, which you recite Surah Ham and any other complete surah. It's recommended to recite Surah A'la in the first rak'ah and Surah
Shams in the second rakan. If you don't have them memorized, you can recite any surah that is convenient for you, a surah that you already memorized, or a short surah, as long as it's a complete surah. And in the first rak'an, there are five qunut. It means after you're done with surah with hamd and surah, you say takbiratul ihram, which means basically you say Allahu Akbar. And it's mustahab to raise your hand next to your ear or parallel to your ear, and then you go to qunut. So let's say if I recite surah Tawheed, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, I finish the surah, Allahu Akbar, and then you go to qunut. In qunut, you can recite any dua. You can say, just say, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, and that would be fine. Or you can recite the mustahab dua, Allahumma ahla al-kibriya'i wal-azama wa ahla al-judi wal-jabarut. You can recite that, you can have it print out, or you can read it from your device as long as you are facing Qibla. So after finishing the first qunut, you say the second takbir, Allahu Akbar, and then you do the second takbir, the second qunut. So again, a short dua or a dua that is mustahab. Third takbir, Allahu Akbar, you go to qunut again, you recite the dua. Fourth takbir, Allahu Akbar, the fourth qunut, and then fifth takbir, Allahu Akbar, and then you do qunut. After you're done with the fifth qunut, you say Allahu Akbar, and then you go to ruku'. And after sajdatain, you stand up, and the second rak'at, you recite hamd and surah, and you do four qunut. So there's takbir, qunut, takbir, qunut, takbir, qunut, takbir, qunut, and then you say the fifth takbir after the fourth qunut, and you go to ruku', and then you finish your prayer. So there's a total of five qunut in the first rak'ah and six takbir, and there are four qunut in the second rak'ah and five takbirs. That you start the takbir with the Allahu Akbar, start the qunut with Allahu Akbar, and you finish with another Allahu Akbar. So you can, as I said, do it in Furada, and you can just say Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, or you can recite the dua. You cannot join this virtual Eid prayer in Jama'ah. You cannot join me in this prayer. The purpose of this Eid prayer is, inshallah, for you to have a model to follow. So what you can do is, as you're facing Qibla, you can put your device or your TV and then listen to the dua and recite the dua with me. If you're doing it Furada individually, you must recite your own hamd, you must recite your own surah, and you must recite your own qunut. Even if it's in jama'ah, let's say if you are doing it at home in jama'ah, you still have to do the qunut individually yourself. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from all of us. Remember, this is just a virtual Eid prayer. You cannot join in jama'ah. And you are doing it individually, or if you do it with family, if you have, inshallah, following the rules of jama'ah, you can do it with your family. Remember the way that the Eid prayer will be done. So inshallah, we will do Eid prayer right now. We start the Eid prayer with three times as-salah, which is called for prayer. And after the Eid prayer, we will have, inshallah, two short sermons and khutbahs, because we're doing it in congregation. One, if you're doing it at home, individually and furada, there is no khutbah for you. There is not required to have sermons after Eid prayer if you're doing them individually. May Allah subhanahu wa ta'ala make this Eid a day of full of blessing and mercy for all of the mu'mineen and for our community, inshallah. فارسی هم خیلی خلاصه نماز عید فطر رو نمیتوانین از طریق آنلاین به جماعت ملحق بشین، فقط و فقط این نماز رو به عنوان یک نمونه میتونین نگاه بکنین که چگونه نماز رو خودتون انجام بدید. از این جهت اگر هم داشتید گوش میکردید نماز رو به سمت قبله که هستید، میتونید همینجوری که ما نماز رو میخوانیم شما هم با نماز بخوانید. مثل نماز جماعت نیست که شما هم دو سوره رو ساکت باشید، بعد هم سوره و تمام قسمت های نماز رو خود شما و با نیت فرادا مستحب و قربتاً الی الله به جا بیارید. در رکعت اول بعد از هم دو سوره
پنج قنوت هست یا همون دعای دست و قنوت که هر دعایی رو میتونید بخونید و یا اینکه دعایی که مستحب است اللهم علی الکبریا و العظمه رو بخونید. اگرم نتونستید تمام دعا رو بخونید اشکالی ندارد، هر اندازه که از این دعا رو بخونید انشالله کفایت میکنه. فرض کنید که ما دعا رو شروع میکنیم، شما تا وسطای دعا رو میتوانید یا قسمتهایی رو، همون اندازه کافی هست. پنج قنوت در رکعت اول و قبل از هر قنوتی تکبیر دارد، الله اکبر دارد، که اون تکبیر بسیار مهم است که قبل از هر قنوت الله اکبر رو بگیم بعد به قنوت بریم و بعد از قنوت پنجم تکبیر ششم رو میگیم و به رکوع میریم و بعد از سجده رکعت دوم حمد و سوره چهار قنوت میخوانیم، قبل از هر رکوع قبل از هر قنوت تکبیر میگیم و بعد از قنوت چهارم تکبیر پنجم رو میگوییم و به رکوع میریم و نماز رو تمام میکنیم. باشد که خداوند متعال از همه ما این نماز رو خالصانه مورد قبول درگاهش قرار بدهد انشاءالله. اگر نماز رو فرادا میخوانید خطبه لازم ندارد. نماز عید رو اگر فرادا میخوانید فقط با اون کیفیتی که گفتیم هست، خطبه برای نماز جماعت هست. همونجور که میدونید ما انشاءالله در خدمت بعضی از عزیزان مثل آقای دکتر اشراقی هستیم، از این جهت ما نماز رو جماعت خواهیم خواند و بعد از اتمام نماز دو خطبه کوتاه خواهیم داشت. ولی شما اگه در خانه فرادا میخوانید واجب نیست که خطبه گوش بدید، واجب نیست که خطبه رو انجام بدید، بلکه انشالله از باب منفعت و اینکه استفاده بکنین انشالله برنامه رو بعد از نماز به خطبه هم گوش بدین. الصلاة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله
ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيها محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة
أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر الله اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيها محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيها محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد،
صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله ولزوم أمره First of all, congratulations to all of my dear brothers and sisters on the completion of the month of Ramadan and the beginning of the month of Shawwal and Eid al-Fitr A day that inshallah, in addition to be a day that we break our fast after completion of Ramadan, is also the word fitr. One of the roots of this word is fitrat, which is primordial inherent nature of man. Our fitrat Allah illati fatara an-nasa alayha, as Quran says, that our nature is God conscious, our nature was inherently good, not inherently evil. Rather, our actions, our decisions, our desires lead us toward corruption, lead us toward injustice. So on this day of Eid, Eid al-Fitr is a day to return to that primordial and good nature. After days of exercising taqwa, that was the objective of taqwa, objective of fasting, Quran says, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ That Allah subhanahu wa ta'ala obliged you and decreed upon you what he did
to the nations before you to fast in order that you may find virtue through fasting. And the word la'alla and this may possibility goes back to us, that if we open the door, if we seize the moment, we will acquire taqwa, self-restraint, piety. But it's our choice. The same way it was our choice to fast and to serve Allah subhanahu wa ta'ala, now is our choice to celebrate and to ask Allah for forgiveness and a new beginning. I would like in the first khutbah to say what Imam Ali alayhi salam said. We have that Imam Ali alayhi salam on the day of Eid al-Fitr in his khutbah, in his sermon, he said to people, تعاونوا على البر والتقوى. People, cooperate. But if you are cooperating, your cooperation has to be based on piety, virtue, and God-wariness. That they try to help one another for that goal and purpose and objective. And Quran in Surah Ma'idah, Allah said, تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Don't cooperate, don't help one another when it comes to sin and when it comes to animosity, when it comes to aggression. So be a supporter for good cause. So that was the first word of Imam Ali alayhi salam, asking people to cooperate. Day of Eid is a day of coming together. I understand that this year we were not able to experience that unity and that harmony on the day of Eid together. And we pray Allah subhanahu wa ta'ala to give us that ability to see that day once again very soon with the end of this pandemic. But at the same time, we still can care for one another. We can support one another through giving a phone call, through checking on each other, to making sure that maybe there are people out there that they're not asking for help, but they may need our help. And ukhuwah and brotherhood and sisterhood find meaning at this moment, at difficult times. The second part of the khutbah of Imam Ali alayhi salam is that the Imam said, وَتَرَاحَمُوا بِهِمْ. Imam said, be merciful to one another. Cooperate one another, with one another toward virtue and piety and God consciousness. And secondly, be merciful to one another. There is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which I think is amazing that we're not talking about it more than we are. Rasulullah said, "Man la yarham la yurham." The Messenger of Allah, the Prophet of mercy upon mankind, said, "If somebody have no mercy, they should not expect mercy from Allah subhanahu wa ta'ala." The same way you treat people, and the same way you show mercy to your surrounding, you will be treated with the same kind of mercy. And this is not just limited to people. Rasulullah said, "Man la yarqam man fil ard." If somebody have no compassion, no mercy upon what is on earth, so not just people, anything on earth, animals, nature, if you are not merciful, if God forbid you have that hard-hearted attitude toward everything, that I don't care, that everything are my subjects, that everything, they need to be destroyed in order for the sake of my pleasure. If that's your attitude, that you have no mercy upon what's on earth, then Rasulullah said, "La yarhamhu man fis sama." What is in the heaven will not have mercy on him. So in order to receive the mercy of heavens, Rasulullah said, you should start the mercy on earth. That is the way this link and bond will be created. So that's the second one. Imam Ali salam said, be merciful to one another. Be forgiving. Don't hold grudges. Be kind. And that's actually the third one. Imam Ali salam said, وَتَعَاطَفُ. تَعَاطَفُ is about kindness. It's about the ability to have that عَاطِفَة. This sense of caring for someone. Ta'atafu, care for one another. Merciful is about forgiving one another. Ta'atafu is about going out of your way to help someone. It's not just about forgiving someone, it's about helping someone. Wa ta'atafu.
And then the fourth one, Imam Ali Salam said, وَأَدُّوا فَرَائِضَ اللَّهِ. In his khutbah, Imam Ali Salam says, fulfill your obligations. My dear brothers and sisters, in the month of Ramadan, we fulfilled one of the fara'id of Allah, which is fasting. But that's not the only one. We have other duties and responsibilities, from our salat and daily prayers, to our religious dues, to our rights that we have to Allah subhanahu wa ta'ala. That's something we have to remember. The fifth one, Imam Ali Salam said, وَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ. To stay away and forbid from what Allah forbidded you. Understand the nahi and the prohibition of Allah subhanahu wa ta'ala and stay away from that. And lastly, Imam Ali Salam says, فَإِنَّ الدُّنْيَا أَدْبَرَتْ. And remember that this dunya that you're living in, it has an expiration date. That there is an end for the life of this dunya. So I'm not going to say anything myself. Just remember the word of Amir al-Mu'min Ali alayhi salam on the day of Eid. That if we are cooperating for the sake of good, if we are someone who use our energy and we get united, and then we show mercy to one another, we show kindness and we care for one another, and we are fulfilling our obligation and we stay away from the sin, that is a way to celebrate. As Imam Ali al-Salam said, كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهِ فِي فَهُوَ عِيدٍ. Every Eid we hear this hadith, but I hope inshallah I personally wake up and when I hear this, that every day of the year, if Allah is not disobeyed, if a sin is not committed, if an injustice is not done against self or others, that day is a day of festivity, is a day of celebration. And that will happen if you remember that the dunya is fani. Kullu man alayha fan. We're not here to stay forever. As one thing this pandemic and this virus taught us is that life is so fragile. We pray for the soul of those who lost their lives. We pray for the shifa and healing of those who are ill. But this virus taught us a lesson. And we think about years of ahead of us, and there are matters in life that they're not predictable. Or even if they are predictable, there is not much that we can do. So we ask Allah for a lifeline, for a long life, but inshallah in His servitude, for a health and well-being and wealth that will be invested for a harvest of akhirah. May Allah inshallah grant us the tawfiq of taking advantage and protecting our savings of Ramadan and having the rest of the year as an opportunity to prepare ourselves for the rest of this journey of life until the moment that we return to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant us the tawfiq of obedience and servitude and the joy of servitude inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته حبيب إلهنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى مولانا الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة والسيد شباب أهل الجنة وعلى مولانا علي بن الحسين زين العابدين وعلى مولانا محمد بن علي الباقر وعلى مولانا جعفر بن محمد الصادق
وعلى مولانا موسى بن جعفر الكاظم، وعلى مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى مولانا محمد بن علي التقي الجواد، وعلى مولانا علي بن محمد الهادي النقي، وعلى مولانا حسن بن علي العسكري الزكي، وعلى مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. On the day of Eid, remember one of our responsibilities prior to the day of Eid was to pay our zakatul fitrah. As we have in this verses from Surah A'la, Allah subhanahu wa ta'ala said that salvation and success belongs to those that they purify. And we have that one of the examples of purification is the purification of our wealth, is that when we give حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, that for those that they have a known share from what they own, for the people who are asking for help, the beggar, and mahroom, also for the deprived. There are individuals that because of their dignity and honor, they may not ask for support and help, but our responsibility is to recognize and identify them and then offer help from what we have and from what we are able to give. So we have that one of the definition of قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى is those that they give zakat on the day of Eid, and then وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, then they are the one that they remember Allah subhanahu wa ta'ala's name with glory. So then after giving zakat, they establish prayer and they do their Eid prayer. So I hope by now you already paid your zakatul fitrah. Is recommended to talk about the rulings of zakatul fitrah. We've been discussing them before in the last few nights. The amount is 6.6 pound of the staple food, the common food, basic food in where you live, or the money equivalent to that amount, which we calculate to be around $15, to be a bit more, to make sure we cover the amount. And if it's even if it's a bit more, we can count it as sadaqah. And this is a day, inshallah, to be generous a bit more. And the rule was to separate it ahead of time. So if you give and paid it before day of Eid, according to Ayatollah Sistani, that's permissible, that was fine. But if you pay it today, that's also been said to be before the day of Eid, or the latest is by the dhuhr, by the noontime. If somebody did not pay their zakat al-fitrah by then, let's say in the afternoon or days later, if they have to, they, by the way, it still is under dhimmah, under responsibility to pay the fitrah. If they didn't pay it, then they have to pay it later on without the intention of ada or qadha. They have to pay as qurbatan ilallah. But if you paid it before the Eid prayer and you have until the dhuhr time, inshallah, make sure that the zakat of you and everyone that is your dependent, everybody that consider your dependent, regardless of their age, even if they are not Muslim, but they consider your dependent, you are the one that consider provider and the breadwinner for them, you must pay zakat for yourself and them, $15 per person. And lastly, for the people who are old, there is an amount of 1.65 pound of the common and the staple food of where you live. And the money equivalent of that is between $3 to $5 per day. So let's say for those who are old and they, or those who have chronic illnesses and permanent condition that they cannot make up fast after Ramadan, they must pay fidya, this 1.65 pound of the common food per day, or the money equivalent of that per day. So this Ramadan was 29 days. 29 days multiply by, as I said, if you're going to calculate it as $3, or multiply it by $5 to be a bit more, to make sure we cover the amount of 1.65 pound of the staple food and the common food. And lastly, make sure that zakatul fitrah could be paid to poor, to use it for any purpose that they have, and no need to tell them that this is zakatul fitrah. There's no need for them. You can't just give it as a gift, but you have to make intention of zakat. And they can spend it for rent,
They can spend it for medicine or any other issue they have. That's permissible for zakat al-fitra. But for fidya, for we just mentioned the 1.65 pound, or the kafara, for those two, for fidya and kafara, they cannot spend it, and you cannot give it for the causes beside food purchase. Because fidya and kafara, they must be used, the money for them must be used in order to purchase food for those in need. Inshallah, these are the rules of today. Remember the dua we made in the qunut of the Eid prayer. Allahumma ahla al-kibriya wal-azama wa ahla al-judi wal-jabarut wa ahla al-taqwa wal-maghfira. Then we say, as'aluka bihaqqa hadha al-yawm. Ya Allah, by the honor of this day, the day of Eid for the Muslimin, that you made this Eid a day of celebration and festivity for the Muslimin. But for the Prophet wasallam, this is a day of honor. This is a day of mazida. This is a day of abundance and increase. Increase of people coming together, people praying together. And that's increase in the status of the Prophet. More and more people following the path of Rasulullah means they are following the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will be elevated his status for the guidance and for the illumination of the darkness of jahiliyyah for humankind. And then we make dua that, Ya Allah, help us to be part of the good that Prophet and his family, they were part of. أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَعَلَى مُحَمَّدٍ. Ya Allah, help me enter and be part of that kind of khair. And Ya Allah, protect me against the evil that you protected Prophet and his family from. May Allah inshallah answer that dua that we recited in our qunut. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq of following the path of Prophet and his family, the path of Quran, and the path of the messenger of Islam, Prophet sallallahu alayhi wa sallam. May Allah grant our biggest dua and answer our biggest dua and most important dua, hastening in return of Imam of our time, and inshallah bring an end to injustice around the world, to see an end to suffering of all those who are mustad'af and madhloom and oppressed. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to be voice for the voiceless. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq of supporting those who are madhloom, those who are underprivileged, and those who are oppressed, inshallah. I finish with a dua that we used to recite in the month of Ramadan, and I conclude with that. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكس كل عريان اللهم أقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Eid Mubarak, happy Eid. Inshallah you have a day full of blessing and full of joy with your family. And may Allah inshallah bring us together as a community very soon after the end of this pandemic. See you soon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. العزيز المؤمن القدوس الحق الوكيل الكريم الواسع الرزاق النور الجميل المجيد الماجد المحمود الحي الجليل با صفاتی که تو داری هیچ چیزی کم ندارم چرخ دنیا هرچه میخواهد بتازد غم ندارم با صفاتی که تو داری چیزی کم ندارم چرخ دنیا هرچه میخواهد بتازد غم ندارم
دل قوی کردم به بسم الله الرحمن الرحیمی، از گلستان تو می سازد هوایم را نسیمی. من ولی خیلی طمعکارم، تو هم خیلی کریمی، در خدایی بی نظیری، توبه‌ام را می پذیری، تو خدای من شدی تا دستهایم را بگیری. Generous Lord. Oh, my generous Lord, you invited me. I came to you, oh, my heart's fire of passion. Today my soul is flourishing with your kindness. دعوتم کردی و من دل نکردم، دل سپردم. 30 شب و 30 روز جست و از کسی نامی نبردم. شاهدی که بی اجازه آب هم حتی نخوردم. از خودم خیلی عقب بودم ولی خود را رساندم. در ازای هر نمازم یک نماز شکر خواندم. اللهم أهلا الكبيرة. عید آمد تا بگیرم مزد 30 شب بندگی را. و أهلا الجود، رد شوم با سربلندی ماها شرمندگی را. ای خدا بر من نظر کن با همان لبخند گیرا. تا نماز عید را هر سال در مشهد بخوانم، فارغ از هر حاجت دیگر که آمد بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا.